طيب هذه ربما الخطوة الأولى لإعادة المكون الكردي داخل المكونات الأخرى والتلاحم مرة أخرى في كركوك ربما، لكن أتساءل عن باقي المحافظات التي فيها هنالك تمثيل كردي أيضا، صلاح الدين، ديالى، نينا، وأيضا لا بأس بالتقدم الذي أحرزته يعني الكرد ربما هناك. ماذا عن هذه المحافظات بالتحديد سيد برهان؟ نعم، نحن كاتحاد الوطني الكردستاني فزنا في جميع هذه المحافظات ولدينا المقاعد في نينوى 2، في صلاح الدين 1، وفي ديالى 1، ونتمنى ان يكون هناك تحالف ونحن مستعدين للتحالف مع جميع الكتل الفائزة من اجل تشكيل حكومات محلية في هذه المحافظات وبمشاركة الجميع من اجل بدء بإعادة الإعمار والاستقرار الأمني والسياسي في هذه المحافظات، وهذه المناطق بها يعني بها تنوع سكاني من الجميع المكونات، يجب أن يشارك الكل في إدارة محافظاتهم، وهذا يزمن مستقبل زائر للشعب هذه المحافظات، ومن مصلحتهم أن يشاركوا الجميع، وهذا يثبت الاستمرارية في الحكم والالتزام بالدستور العراقي ومشاركة الجميع، وهذا يؤدي بالنهاية إلى استقرار سياسي واجتماعي في هذه المحافظات ومن مصلحة الجميع المحافظات. نعم، طيب هل هنالك ضمانات معينة تودون أن تطرحونها على المكون الديمقراطي ربما، أو يعني كنتم في تحالف مع الديمقراطي الحزب الديمقراطي، هل هنالك ضمانات معينة تودون أن تحصلون عليها ربما؟ نحن يعني الواضح حتى بالقانون هو مشاركة الجميع الكتل والأرقام الموجودة والأصوات الموجودة والمقاعد الموجودة اللازمة لتكميل النصاب لانتخاب رئيس المجلس والمحافظ. نحن مستعدين حسب القانون والدستور العراقي لإعطاء كل الضمانات لمشاركة الجميع الأحزاب والسياسية بما فيهم الحزب الديمقراطي الكردستاني ومكونات الأخرى من الأخوة العرب والتركمان. نحن نرحب بهم ونتمنى أن يكون هناك إجماع، وهذا من مصلحة الشعب العراقي كجميع ومن مصلحة هذه المحافظات.